أسدل ستار يوم أمس بأحد فنادق العاصمة جمينة على فعاليات الملتقى الإقليمي حول السلام والعائد الديمغرافي ورفاهية الأسرة. كان ذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور حسين حسن أبكر وعدد كبير من المشاركين الأجانب إلى جانب المشاركين المحليين. تقرير محمود موسى الفيل. إن التنظيم الأسري أمر مهم في المجتمع، إذ يسمح للمرأة وطفلها أن يتمتعا بصحة جيدة وكذا العيش في رفاهية تمكنها من تربية أطفالها بطريقة ملائمة دون تعب ومشقة. وفي ذات السياق يجوء اختتام فعاليات الملتقى الإقليمي حول الإسلام والعائد الديمغرافي ورفاهية الأسرة المنعقد في العاصمة أنجمينة، ويهدف هذا الملتقى إلى توعية المواطنين حول رفاهية وتنظيم الأسرة لأجل توفير صحة جيدة. وأن المشاركين في هذا الملتقى قدموا عدة توصيات، منها العمل من أجل تحديث الأنظمة التربوية والتعليمية والتكوين الأساسي للخلاوي القرآنية والمؤسسات التعليمية، وكذا تعزيز المهارات الفنية للأئمة والدعاة والقادة الدينيين ووسائل الإعلام، فضلا عن الحفاظ على حقوق المرأة وتمكينها، بالإضافة إلى التوجه نحو الأرياف والقرى من أجل التوعية والإخبار لصحة الأم. نحن ملتزمين بالشيء اللي في القرآن الكريم، الرضاعة حولين كاملين، وده الشيء اللي بقدر بيساعد في تنظيم الأسرة. وعليه فإن الإسلام دين يحترم المرأة ويعطيها حقها كاملا باعتبارها جزء أساسي في تربية وتكوين الأسرة. نتمنس نبذل كل جهودنا من أجل تحقيق رفاهية الأسرة التشاديه بكل ما تعنيها الكلمة، ونسعى ونساهم في إنقاذ الأمهات. المدير الإقليمي للأمم المتحدة للسكان في دول وسط وغرب أفريقيا مابينجي كوم قال إن مخرجات هذا الملتقى تدخل في إطار تحسين وتنظيم صحة الأم للآلاف من المواطنين، مما يتطلب من القادة الدينيين التوعية المكثفة لأجل رفاهية الأسرة. واختتم حديثه بالشكر الجزيل للدولة المستضيفة تشاد وشركاء التنمية والمشاركين من مختلف الدول. ومما يشار إليه فإن الملتقى استمر 3 أيام وشارك فيه العديد من القادة الدينيين من مختلف أقاليم البلاد، بالإضافة إلى 20 ممثلا من الدول الأفريقية.